طب دي جزئية في البداية. الجزئية الثانية وهي متعلقة الأجندة خلال الفترة اللي جاية. الأهلي عنده بعد ما يخلص الدوري يوم 26/7 عنده استكمال مباريات كأس مصر. يوم 30/7 هيواجه الداخلية في دور ال 16. طيب دور الثمانية سيمي فاينال الفاينال إن شاء الله بإذن الله في حال تأهل الأهلي واستمراره في مشوار كأس مصر هيبدأ يشتغل إزاي. ده كان محور اهتمام واشتغلت عليه على مدار أكتر من حوالي 4-5 أيام لغاية النهاردة الصبح بعرف الدنيا هتمشي إزاي الفترة الجاية، لأن كمان عرفت وامبارح كنت بتكلم مع مسؤول بارز جدا 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 في اتحاد الكورة بقول له كأس مصر هيخلص إمتى؟ فقال لي ما أقدرش أحط مباريات كأس مصر وأختم البطولة إلا لما أعرف حاجتين. موقف الزمالك في البطولة العربية خاصة بعد الزمالك امبارح ما كسب المقاولين وتأهل للدور نصف النهائي فبالتالي لسه مكمل في البطولة وهيلاعب بيراميدز، وفي نفس الوقت ما أعرفش موقفه ايه في البطوله العربيه، هل هيخرج من الدور الاول، هي هيكمل ممكن يوصل لنهائي البطوله يوم 12/8، فبالتالي مش هقدر العب الكاس الا لما الزمالك يرجع من البطوله العربيه. قلت له طب ده واحد، اثنين قال لي موقف الاهلي. الاهلي عنده مباراه في دور ال 16 في الكاس مع الداخليه يوم 30/7، كسب وتاهل، لسه عنده مباراه في دور الثمانيه، كسب عنده سيمي فاينال، كسب لسه عنده فاينال. احط مواعيد ازاي وانا مش عارف الاهلي هيلعب السوبر الافريقي طبقا للاجنده اللي حددها الكاف احد ايام 11 و12 و13 اغسطس ولا اعمل ايه؟ فكانت دي تفاصيل خلتني اروح للمسؤولين في الاتحاد الافريقي، ودايما لما بحب اكلم مسؤول في الكاف بروح للاعلى جهه اللجنه التنفيذيه، لان المكتب التنفيذي وده هو المطبخ اللي بيتاخد فيه القرارات. اللجنه التنفيذيه هتعمل ايه؟ موقف كاس السوبر الافريقي هيحصل فيه ايه؟ هل الكاس ممكن يتلعب في المملكه العربيه السعوديه ولا لا؟ هل البطوله طبقا لميعاد الاجنده ميعاد نهائي ورسمي ولا لا؟ اكتشفت إن لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها المكتب التنفيذي أساسا لم يعتمد هذا الموعد في أجندة الكاف إن يكون موعدا للسوبر الإفريقي. والسوبر الإفريقي المقبل هيكون ما بين الأهلي بطل دوري الأبطال واتحاد العاصمة الجزائري. وبالتالي فكرة إن اللجنة التنفيذية عندها اجتماع الأسبوع المقبل في ساحل العاج على هامش الكونجرس الكاف يوم الخميس 13/7 ما خدتش لسه قرار. ولو هتاخد قرار هتاخد قرار بناء على معطيات كتيرة أهمها أنا بقول لكم اللي اتقال لي من عضو بارز في اللجنة التنفيذية ومسؤولين بارزين كمان في اللجنة التنفيذية، لأن أنا دايما بحب أخد المعلومة من مصدر واثنين وثلاثة عشان تبقى شايف الآراء كلها رايحة في الاتجاه إزاي، ما تكونش وجهة نظر مثلا لمصدر، لا يبقى ده الاتجاه العام أو دي القرارات أو ده الاستراتيجية اللي المؤسسة بتشتغل بيها. فلقيت نفس الكلام مع اكتر من مصدر والكل بيتكلم في اطار كمان تاني مهم جدا بخلاف ان اللجنه التنفيذيه اصلا لسه ما اعتمدتش الميعاد. الحاجه الثانيه ان الاتحادات لغايه اللحظه دي في اتحادات في القاره الافريقيه لسه ما بعتتش اسماء الانديه اللي هتشارك في المسابقات الافريقيه، وبالتالي الاتحاد الافريقي لسه ما حددش ميعاد قرعه الادوار التمهيديه، وبالتالي لسه مواعيد المسابقات الافريقيه للموسم المقبل لسه ما تمش تحديدها بشكل رسمي. فطبقا للمواعيد اللي موجوده في الاجنده إقامة التمهيدي في 8 والتمهيدي الثاني في 9 ودوري المجموعات في 12، كل المواعيد دي كلها مواعيد مبدئية لم تصبح رسمية. كمان حاجة تالية بقى وأهم، أنت عشان تلعب السوبر الإفريقي المقبل ما بين الأهلي واتحاد العاصمة أكيد هتلعب بقائمة الموسم الجديد، القائمة الإفريقية للموسم الجديد. هل الاتحاد الإفريقي حدد مواعيد القيد بالنسبة للأندية عشان تأيد لاعبتها في الموسم الجديد؟ لسه. هل اتحدد قوائم الفرق الافريقيه للموسم الجديد؟ لسه. هي كانت دايما 40 لاعب، هل تفضل 40 ولا ترجع ل 30؟ لسه ما اتخذش قرار. كل الامور دي هيتم بلورتها في اجتماع اللجنه التنفيذيه نهايه الاسبوع المقبل، ولكن عشان تبلور كل التفاصيل دي وتحدد مواعيد كل التفاصيل دي وتاكد على ميعاد السوبر الافريقي صعب جدا في مده زمنيه قصيره انك تقدر تلعب السوبر الافريقي وانت لسه ما حددتش مواعيد القيد، لسه ما انتهتش من مسائل ارسال اسماء الانديه عشان تبدا تحدد ميعاد القرعه، وبالتالي تاكدت رسميا ان لقاء السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه لن يقام في اوائل اغسطس، وهناك اتجاه للتاجيل في الفتره اللي جايه. طيب ما هو قادم؟ اللجنه التنفيذيه لما تناقش هيكون قدامها خيارين. لا خيار ثالث، هما معيارين. المعيار الاول ان البطوله تقام في مصر لأن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا واللائحة بتقول إن بطل دوري الأبطال السوبر بيقام على أرضه. والخيار الثاني وده لسه لم يتم اعتماده رسمياً. الاتحاد الإفريقي كان أبرم اتفاقية مع الاتحاد السعودي في الفترة الماضية. والاتفاقية ضمن بنودها
إقامة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، ولكن الاتفاقية حتى الآن لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم الاتفاق عليها واعتمادها في المكتب التنفيذي. في حال اعتمادها ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، هيتم عرض الأمر على الاتحاد السعودي. في حال إذا رغب الاتحاد السعودي في استضافة هذه النسخة، هيتم الاتفاق على موعد يناسب الاتحاد السعودي. طيب في حال إذا لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ولم تعتمد في اجتماع المكتب التنفيذي المقبل، يبقى المباراة بنسبة كبيرة هتقام في مصر، ولكن في موعد يحدد فيما بعد. ده الأمر المتعلق بكأس السوبر الإفريقي ما بين الأهلي واتحاد العاصمة. شرحت كل تفاصيله وكواليسه من A to Z.